مباريات الكاس او نهائي الكاس كان تم الاعلان عنه من خلال الحاج عامر حسين يوم 10 ابريل اهلي وبيراميدز يوم 10 ابريل وبالتالي طبعا الكسبان هيلعب بطوله السوبر مع نادي الزمالك في الامارات بالظبط ان شاء الله. طيب هي قبل بس عشان وقتنا يلا الاهلي وماتشه الجاي وجهه نظركم وفكره ال 50,000 متفرج والمحاولات من مجلس اداره النادي الاهلي في زياده عدد الجماهير برضو رايكم في الماتش ده؟ هل يا احمد الهلال بالتفاصيل اللي بيعملها الفتره اللي فاتت بالجوابات اللي بعتها الاتحاد الافريقي والضغط النفسي اللي بيحصل قادر ان هو يحرج النادي الاهلي هنا في ظل الجماهير الكبيره ان شاء الله هتحضر؟ انا شايف انه الهلال كان هيبقى اخطر بكتير لو ركز في الكوره بس. يعني الهلال من قبل مباراه سان داونز اتجه لاتجاه ملوش دعوه بكره القدم وهو فاهم وجهه نظري اداره الهلال فاهمه ان ده السلوك المثالي. انا بشوف ان ده مش السلوك المثالي لفرقه الكوره بتاعتك خصوصا مع احترامي الشديد لو انت بتقابل خصم متمرس في البطوله دي اكتر منك. انت محتاج تركز كوره وتطلع بنتيجه وانت عملت ده في اربع جولات. الهلال كان بيرفكشن كان هايل جدا جدا حتى هو بيتغلب من سان داونز كان فرقه واقفه على رجلها وكان فرقه ممتازه جدا. الهلال بالبيان اللي فات ده هو بيصدر ضغط على لعيبته اكتر من اي شيء. انا انا بصراحه مش شايف اي داعي لكل المفردات اللي استخدمت في البيان ده. انا مش عارف ايه جدول انك تفكر بموضوع بورسعيد بصراحه. انا مش عارف ايه اللي كتب البيان ده كان بيفكر في ايه وهو بيتكلم. لازم خروج عن اختيار لللفظ اختيار لكل حاجه والمنافس بتاعك هو الاهلي اللي كان جمهوره ضحيه الموضوع ده. لا انتوا مرحب بيكم انتوا اهلنا. مفيش مشاكل حصلت اصل مفيش تهديد رسمي مفيش كلمه مفيش كلمه لو ما بيقول لك خطاب الكراهيه والعنصريه من الاهلي الكلام ده ما حصلش. طيب يعني اي حد يقول لهم ده ما حصلش يعني من الاهلي دي يا اما مثلا القنوات الرسميه يعني يا قناه يا مجله يا اداره بتتكلم بشكل محترم ما في يعني يا قناه يا مجله يا عضو مجلس اداره يا مجلس يا غبايه مجلس اداره ده الجهات الرسميه. هو حد من دول عمل اي حاجه؟ خالص ما حدش عمل حاجه وانا شايف ان مفردات البيان استخدمت غلط. شايف برضو بصراحه يعني علشان نبقى استوفينا الموضوع من كفه جوانبه يعني ان موضوع تذاكرهم والحق بتاعهم في التذاكر ده كان المفروض ينظم اكتر من كده. لو كانت المشكله عشوائيه في اي حاجه يبقى ده خطا. ده حصل مع النادي الاهلي في ماتش الوداد السنه اللي فاتت وكلنا استنكرنا ده. بس الناس دي كان المفروض يبقى ليها حق اكتر يعني يتضمن. انا مش بلوم على الجمهور اللي حجز انا مش بلوم على الجمهور اللي اسرع بالحجز على الابلكيشن. لا يبقى في اسلوب يعني بس يبقى في اسعار بتاع بالظبط ده من البدايه حقهم. وانا ما احبش انه ايه يعني يتقال انه في حد ده شيء حاجه. لو انت شفتني على موضوع التذاكر لازم يتوفر حتى التذاكر حتى لو ما جاش حتى لو ما جاش جمهور. بالنسبه لجماهير النادي الاهلي كان فيها سرعه في ان خلاص كله حجز لان ده طبيعي انت المفروض تقدر الجماهير. في جماهير عايزه كانت عايزه تحجز ما لحقتش. عايزه توضيح من شركه تذكرتي بخصوص الموضوع بتتكلم فيه. وايضا لجماهير النادي الاهلي ما عرفتش تحجز. هل الموضوع خلص بالسرعه دي ولا كان حاجه محجوله؟ انا متخيل انه خلص بالسرعه دي. انا بصراحه من زمان ما شفتش ماتش عليه اقبال حتى بالشكل ده. عشان كده اداره النادي الاهلي بتحاول تزود العدد.